النهاردة يا جماعة هنعرف برنامج واي فاي اسمه مارس واي فاي. الاسم بتاعه مارس واي فاي، MARS واي فاي. ده يا جماعة من أحسن البرامج بالنسبة لبرامج الواي فاي، إن في برامج كتيرة بتأثر على الشبكة، في برامج كتيرة لو حضرتك موصل من حد ممكن تعمل مشكلة بالنسبة للشبكة، لكن البرنامج ده استخدامه سهل ومش بيعمل مشاكل. إن شاء الله هنتعرف إزاي ننزل البرنامج وإن شاء الله نفعله إزاي على الموبايل. أول حاجة بنفتح الموقع الخاص بالبرنامج، إن شاء الله هسيب لكم الموقع الخاص بيه على أسفل الفيديو إن شاء الله. بنضغط في داونلود كده هيبدأ يحمل معانا. وبرنامج حلو جدا، ويعني برنامج كويس خالص وسهل جدا، اي حد ممكن يستخدمه على فكرة. نبدأ يحمل ومساحته قليلة يعني عادي، مش بتاخد مساحة كبيرة. طيب يا جماعة انا هوقف الفيديو لغاية ما بس يحمل، ان شاء الله نرجع رجعنا لكم تاني بعد التحميل. ايضا طبعا التحميل بصوبين. نضغط هنا Still Now. هنا بالنسبة للبرامج طبعا هنا جريت شورت كات، ده اللي هو يعني بيعمل زي اختصار كده على الستارت منيو. هنا جريت شورت كات في الديسكتوب بالنسبة للديسكتوب. هنا فتح البرنامج أول ما بيتسطب، هنا فتح البرنامج واي فاي حاليا بعد ما بتقفله. طبعا هنا احنا كل ده هنلغي جريت شورت كات اون ديسكتوب، جريت شورت كات من ستارت منيو نلغيها، رن مارس واي فاي ناو، ونسيب لانش ات كمبيوتر ستارت اب. ممكن ايضا ممكن نعمل جريت شورت كات يعني على حسب كل واحد. ندوس انستول، نستنى التحميل. كده هو بيعمل انستول البرنامج. تمام كده يا جماعة، كده البرنامج تم تحميله. بنروح على سطح المكتب، ادي الايقونة الخاصة بالبرنامج. ده اول ما البرنامج نزل، وده لما هو عمل اختصارة على الديسكتوب عندنا. بنفتح البرنامج من الاختصارة، بتظهر معانا ايقونة البرنامج في شريط المهام زي كده، بنضغط عليها. ده شكل البرنامج، شكله بسيط وسهل. ده بالنسبة لاسم الواي فاي اللي حضرتك ممكن تغيره، من هنا تغيره باسم اي اسم انت حضرتك عايزه. وده الباسورد، وبنضغط سيف. كده الواي فاي شغال تمام. هنا المتصلين الكونكتد، متصلين هنا الناس المتصلين او الاشخاص المتصلين من خلال الواي فاي. وهنا البلاك ليست لو حضرتك حاب يعني في اجهزه معينه بتهكر على حضرتك او حاجه، هنا البلاك ليست. ازاي بنطفي الجهاز او ازاي بنطفي عفوا البرنامج؟ بنيجي هنا عند القائمه هنا أو الأيقونة الخاصة بالبرنامج، بنضغط عليها كليك يمين وبنضغط ستوب واي فاي. كده الواي فاي مغلق، بيدينا علامة ليه؟ علامة الإغلاق. لو عايز أشغله تاني بضغط على الأيقونة نفسها وبروح هنا بضغط ستارت واي فاي. برنامج سهل جدا جدا جدا، والتعامل فيه سهل جدا خالص. أتمنى أن الشرح يكون نال إعجابكم، وإن شاء الله نلقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا تضغطوا اشتراك وعلامة الجرس ليصلكم كل جديد.